السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الآن في مستشفى السبعين وأرناو السبعين أكثر من صنعاء. Where we look at the cases of cholera coming from different districts around صنعاء. في حالات كثيرة جدا من الأطفال الذين أصيبوا بالكوليرا من محافظات حوالين صنعاء. كما ترونهم النساء في الأرض هم والأطفال. المستشفى السبعين لا تستوعب هذا العدد الكبير من الحالات التي تأتي إليهم تباعا من كافة المحافظات حوالين صنعاء. And you can see that the women are spreading the children on the floor. And this is cholera. Cholera is not a joke. Cholera is a killer. It's a killer disease. تأتي هنا وتذهب إلى عدن وتذهب إلى كل محافظات اليمن كي ترى ما يحدث من مأساة الشعب. You can just politically, but come and see the number of people who are suffering in Yemen and the number. We make this appeal to العربية, to الجزيرة, CNN. To BBC, to all these media organizations to come and see here and not to put the risk of security and not come to be with the people of Yemen. بنعمل نداء ده خاصة للمحطات الإعلامية في العالم التي كثيرا ما تخفي الحقيقة عن الوضع الإنساني في اليمن وتأتي هنا لترى معاناة الشعب اليمني في كل محافظة من محافظات اليمن. في عدن وفي صنعاء وفي حضرموت وفي كل المحافظات الشمالية والجنوبية أن قضيتنا هي قضية إنسانية وكما ترون الأطفال والنساء هنا والموارد المتاحة لهم ضعيفة جدا جدا. And what you can see now all those children and women in this place and the resources available for them is very 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 limited.